يعني ست وجدان. اليوم مو كل العالم يصح استعدوا، يا وزارة الكهرباء استعدوا، يا وزارة الكهرباء هي نفسكم، يا وزارة الكهرباء جاي صيف. صحيح؟ لا لا مو معك، وهسه اقول لك لا، انا اريد اقول انه اليوم الصوت العام والمطلب العام وزارة الكهرباء لازم تستعد. صحيح؟ صحيح. ست بالله عليك، وانا شلون استعد؟ يعني يعني اتمرن لو اركض لو العب لياقه غير يكون عندي فلوس اكمل صيانات دوريه، اكمل خطوط ناقله، اكمل شبكات توزيع، اشتري محولات، اشتري مواد حاكمه، حتى من يجين الصيف انا متهيئ ومقدم شبكات توزيع. ما اريد اقول متكامله، اقول تعمل بشكل جيد وجدان. نعم. يوم موازنات الدولة تدرين موازنة الآن ماكو. صحيح. بظل عدم إمرار موازنة الوزارات تعطى موازنة الواحد على 12. الواحد على 12 يعني شنو صرفت العام؟ أنا أعطيك مثل السنة تمام. إحنا العام موازنتنا كنا طالبين 22 مليار، خفضنا يا مجلس النواب من 22 للعشرة، يعني طيروا من عندنا 12 مليار. هذه الموازنة اللي طونا هي عبارة عن كل شهر 11 مليار. ست وجدان بس معطلات الفناديوم حتى احسن بهن الانتاج بمحطات الانتاج انا احتاج 38 مليار. زين هاي ال 38 11 مليار ما تكفيني. زين هاي 11 مليار يعني بالفعل انا اللي اريد اقوله. زين هاي 11 دقيقه استاذ احمد يعني ما تكفي. ما تكفي. زين لجنه الطاقه همين تقول بشان عدم تسجيل اي زياده في معدلات انتاج الطاقه، يعني فعلا معدلات معدات التوليد لم تخضع معظمها للصيانه. انت تقول 11، هاي 11 راح تخضع كلها للصيانه؟ اذا نتكلم احنا من 2003 الى حد الان اللي تفجرت واللي الابراج وغيرها. كل وحداتنا التوليديه اكتملت صيانتها الدوريه والاضطراريه. كل الوحدات التوليديه الان محطاتنا على اتم جاهزيتها ان تكون حاضره ب 1/5 ان شاء الله، وب 15/5 راح تكون على اتم الجاهزيه. 11 مليار اللي تنطي يعني الان انا احتاج ما لا يقل عن 12,000 محوله. اليوم انا راح امر بصيف وراح تنعطب المحولات وراح يصير ضغط على المحولات وراح تتفسخ مناطق وراح اريد اواكب الخدمه. طيب ذن منين اجيب شراء المحولات منين اذا انا هاي ال 11 مليار اللي تعطوني اياها بس اعطي الغاز المورد؟ انا بس اروح احط قيمه الغاز المورد للجانب الايراني اذا اعطونا اطلاقات غاز جيده، خلاص اروح اعطيه للجانب الايراني واظل صفط وقاعد، درهم ما عندي للشبكه ولا للمحطات ولا للخطوط. عليه السيد رئيس الوزراء تفهم واوعز لمجلس الوزراء وصوتوا على منح الكهرباء 500 مليار ان شاء الله ان توفرت بالاسبوع المقبل سنقدم صيف. كنا نحتاج لاموال وكنا نحتاج الى ضمان خطه وقوديه. رئيس الوزراء وجه اسبوع المقبل ان شاء الله سيشكل وفد حكومي، سيشكل وفد حكومي كهرباء ماليه نفط تي بي اي، سيبحث مع الجانب الايراني حسم موضوع اطلاقات الغاز وتسديد الديون ويصار الى الالتزامات العقديه ما بين الطرفين.